المرمومة مع بداية هذه الانطلاقات والمنافسات الشيقة والعملاقة. نسير بحضراتكم مع انطلاقة شوط القعدان، حيث استمرارية التنافس والتحدي. المقدمة والصدارة يتقدم في هذه اللحظة منصف لأحمد بن مسري بن سالم بالعرط الحميري، حيث سجل في الأسبوع الماضي هنا ناموسا مميزا في ميدان المرموم. المركز الثاني يتقدم الآن مشغل، تعود ملكية سلمان بن علي بن رشيد. الاكتبي يحتل المركز الثاني، بينما شعار بالحزمي ياتي مع معزز عمير بالحزمي بن قناص. العامري يبغي يقتنص ناموس الساعة، ناموس المرموم في هذا اليوم. المركز الرابع انتقل مباشرة إلى تواجد الوسمي أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، يتسلل إلى المركز الرابع. المركز الخامس ياتي شعار بالسعودي مع وجودي عالي محمد بن علي بالسعودي الاكتبي، بينما هنا من الجانب الآخر هنا ياتي شعار خالد بن سعيد بن بروك الحميري واصفا ومتقدما مع وجودي سراب. المركز السابع الانتقال إلى مغادر سعيد بن سالم بن علي الغيلاني يحتل المركز السابع. أما المركز الثامن في هذه الانطلاقة يأتي أشقر سالم بن حمود بن ثعلوب الدرعي. المركز التاسع أتقدم ليتابع تاسع المراكز الخليج لمبارك بن عويضة بن سهيل الخيالي، ولكن يتسلل هنا مع شعار أبو هلال. ها هو المشهر أحمد بن محمد بن سليم العامري واصل في هذه اللحظات. المشهر يحتل تاسع المراكز، بينما في المركز العاشر الواعي حمد بن سعيد بن سيف المنصوري. هكذا هو النداء، هكذا تحديات هذه الانطلاقة، بينما تظل التحديات على المركز الأول نحو الساعة، نحو الناموسة، نحو تحدي هذا الشوط مع منصف منصف منصف. يتقدم أحمد بن مسري بن سالم بالعرط الحميري، يتقدم في هذه المشاركة إلى المركز الأول، حيث مسجل حضور وناموس في أرضية الميدان. المركز الثاني ياتي شعار سلمان بن علي بن سلطان بن رشيد دكتور الأصالة، يقدم لنا سلالة مشغل على المركز الثاني. المركز الثالث لأحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، هنا تقدم واحتلال من وجود الوسمي. الوسمي يتقدم إلى المركز الثالث. المركز الرابع وصل شعار بن ثعلوب، هنا المصانع الجنوبية أهالي الرقيعات، أهالي القوع قادمين أشقر على أشقر مثل ما الحر الأشقر. يتقدم نحو المركز الرابع. المركز الخامس ياتي شعار بالضبيعة، هنا مقدما هياض 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 سالم بن محمد بالضبيعة، وهنا شعار البطين يصل للمركز الخامس بعدما حقق الانتصار في أول انطلاقات هذا اليوم. أعود إلى البداية، أعود إلى 1200 على خط النهاية. ما شاء الله منصف لا زال في مقدمة الشوط، لكن شوف بن ثعلوب يتقدم يتوعد الجماهير. ها هو بن ثعلوب مع أشقر سالم بن حمود بن ثعلوب الدرعي، ولكن الواعي الواعي حمد بن سعيد بن سيف المنصوري الآن يتقدم يتسلل هنا بهذه اللحظات بخفي حنين إلى مقدمة الشوط. الله الله يا الواعي، يصحصح يصحصح الواعي، لكن لا زال منصف. أشقر المركز الرابع وصل بن عيلان، يقدم لنا هتان أو هذا مثير خلف بن مبارك بالجافلة، ولكن عيلان بسعيد بن عيلان المهري بن عمير، واختلط الحابل في النابل والواعي صحصح 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 100 100 على المركز الأول، على المركز الأول. يا المنصوري يا المنصوري إلى مقدمة الشوط. حمد بن سعيد بن سيف المنصوري عصاته في بطانه، راق دوامنا، والكل يحاول، الكل يحاول يغير جوه، يتعب جوه، الا ان جوه فنان، الا ان جوه مسيطر على المركز الاول ما شاء الله تبارك الله. شوف
شوفوا شوفوا تحديات الواعي الواعي يتحرك الواعي يتحرك فز فز من حركه عصاته فز الى المركز الاول يا المنصوري يا المنصوري حمد بن سعيد المنصوري محاولات اخرى مستميتة من الجميع الا انه غادر الا انه غادر بالناموس غادر بالمركز الاول سلام وتحية لك يا المنصوري الواعي الواعي حمد بن سعيد بن سيف المنصوري جود مورنينج على الناموس والانتصار المركز الثاني لعيلان بن سعيد بن عيلان المهيري المركز الثالث هذا اللي واصل الان ملبي سليم بن سالم الغيلاني المركز الرابع عشقر سالم بن حمود بن ثعلوب الدرعي والمركز الخامس المركز الخامس هذا منصف احمد بن مسري بن سالم بالعرطي الحميري هكذا كان التحدي هكذا كان الابداع والامتاع ولكن الواعي هنا يفعل الامور ينطلق الى المركز الاول يفعل ويستحق من خلال هذا الفعل الناموس والانتصار هنا من خلال لحظات الوصول لهذا الشوط توقيت الزمن امامكم عبر شاشه دبي ريسنج 5 دقائق 55 ثانية وفاء وتماما وكمالا تهانينا لمالك الواعي في هذه انطلاق حمد بن سعيد بن سيف المنصوري على الفوز والانتصار بالمركز الاول 5 دقائق 57 ثانية 4 أجزاء من الثانية هو توقيت صاحب المركز الثاني مثير عيلان بن سعيد بن عيلان المهيري من احتل ثاني المراكز المركز الثالث 5 دقائق 57 ثانية و7 أجزاء من الثانية حيث ياتي ملبي سليم بن سالم بن علي الغيلاني منتزع عن ثالث المراكز هنا مع انطلاقة شوطنا الرئيسي للمحليات الاصايل في هذا الملتقى وهذه المنافسة الشيقة. تتواصل الأشواط وانطلاق هذه الجولة التي تحمل التحدي والإثارة على أرضية هذا الميدان.